عدنان درجال اتحاد كرة القدم، وين رايح البوصلة حسب رؤيتك؟ والله البوصلة على اللي شاهدت يعني مشهد البارحة، البوصلة متجهة إلى كفة عدنان درجال داخليا. خارجيا شلون؟ خارجيا أنا أتمنى يعني أتمنى أكون ما توصل للاتحاد الدولي حتى ما يصدر عقوبات ولا الاتحاد الأسيوي. اليوم أنا قرأت على التواصل الاجتماعي يعني الاتحاد الأسيوي بعث كتاب إلى الاتحاد العراقي يستفسر عن سجن الأساتذة. طيب إذا خل نفرض فرضية أنه وصلت للاتحاد الدولي والآسيوي، ما هو أكو أوراق مزورة؟ يعني هذه الأوراق ما تدين الحكومة بقدر ما تدين اتحاد الكرة. هم يتخذوها يعني من باب تدخل حكومي. وأنا أعتقد يعني أنا البارحة يعني تكلمت في هذا الموضوع شوية زعلوا علي، يعني قالوا أنت يعني أنا بس أنا أتكلم الحقيقة. يعني هم قسم من الإخوان من أعضاء الاتحاد، واليوم واحد من الإخوان بعث رسالة بكابتن علي ليش يتكلم علينا. أنا ما تكلمت ما أشاهده واللي شفته. إحنا وصلنا في مرحلة ميؤوس منها، إذن أنت من توصل إلى هاي المرحلة عليك أن تقدم تكون تمتلك الشجاعة وتقدم استقالتك وتطلع على أعضاء ورئيس الاتحاد. على أعضاء ورئيس الاتحاد. اليوم يعني قرأت خبر علمني كلش، يعني أنا ضجت. يعني هل معقول رجل انسجن البارحة اليوم أنتوا تعينون شخص مكانه؟ يعني لا عاد أنتوا شقد مهتمين بالقضية، مش قد مهتمين بهذا الرجل اللي ضحية، ضحيتكم هو اللي راح للسجن. والرجل إلى تاريخ وإلى مكانته وإلى سمعته، ورجل من الناس المحترمين جدا دكتور صباح رضا، يعني رجل أكاديمي وما يستاهل اللي يصير به. يعني كان الأولى أن ينتظر الاتحاد. أنت تشوف القضية يعني جوز أنت مو أنت مهمة طلعة، وكابتن علي طلعة وقالوا إحنا راح نميز. فترة التمييز شهر. زين أنت جوز طلع بالتمييز تغيرت كل الأمور وطلع، زين هذا شلون من يطلع ويرجع ويسمع مثلا هذا موجود بمكانه شهر؟ هو سجن بسببكم وسبب أخطاء. إذن هذا كله سببه شال طلعونه ويرجعونه. أيوه هي هذا شنو سببه؟ هذا التخبط. هم ما يعرفون إيش يردون كل أمورهم. يعني لو كنت الآن أنت عضو اتحاد تقدم استقالة بعد؟ والله العظيم قسما بالله أقدم استقالتي وأعلنها أمام العالم وأقول أنا بعد ما أشتغل بالعمل الإداري، لأن أنا كنت سبب من أسباب اللي زجيت هذا الشخص، هذا الرجل كبير السن، والرجل هو دكتور وتعب لحد ما وصل إلى هذه المكانة وهذا الاسم، وأنا ذبيته بالسجن. فهم المفروض بسببهم إيه؟ لأن هذا الشخص هو والإخوان الباقين موظفين في الاتحاد، على الاتحاد أن يمتلك الشجاعة ويقول أنا ترى خطأت، أنا كذا سويت، أنا كذا. وهم هسه هم حتى ما لهم مقبولية في الشارع الرياضي. يعني شارع الرياضي، لأن أنت إحنا ما هسه عود هم يقولون جايبيننا مدرب أجنبي عود هذا ما راح يصعدنا الكأس العالم، لأن هو أساسا جايب بصورة خطأ أساسا في صفقة.